السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول في اللون، سبق لي وأن وعدتكم بأنني راح ندير فيديو بعد ما تمكنت من الحصول على نسخة من الحصيلة الأدبية ونسخة من الحصيلة المالية اللي راح تعرضهم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على أعضاء الجمعية العامة يوم 5 أبريل. في الحق ما نشرح نطول عليكم، لأنني ما نشرح نعطيكم كل الأرقام، ولكن نعطيكم مختصرات فقط على بعض الأرقام المسجلة. وهذا الأرقام اللي في الحقيقة يعني أرقام مذهلة، أرقام ما يصدقهاش العقل. أنا ما رانيش هنا باش نخون الناس ولا باش نسرق ناس، نقول سرقوا ولا داروا، ولكن أنا تمنيت لو كان الأرقام هذو اللي مدوهم في الحصيلة المالية نهار الجمعية العامة يمدوهم بالديتاي، يعني بأدق التفاصيل، هكذا باش ينقص القيل والقال. وش اللي نتمناه من أعضاء الجمعية العامة؟ أنهم يكونوا على الأقل مرة واحدة يكونوا في حولة، على الأقل يطرحوا أسئلة في المستوى، على الأقل يطلبوا استفسارات على هذه الأرقام. يا أخي ولا ما عجبتنيش هذه الأرقام أنا ما نصوتش بنعم، لأنه عيب. أنا نظن باللي اللي راح يصوت بهذا على هذه الأرقام بنعم وهو ما على بالوش وش كاين في هذه الأرقام، أنا نعتبرها هذه خيانة، هذه خيانة. والإنسان اللي يصوت هذه الأرقام ما يستهلش باش يكون في المنصب اللي راهو فيه. اليوم إذا راكم خايفين من رئيس الاتحادية الحالي ولا من الأعضاء تاعو، أنا نعطيها لكم بالصفة الرسمية ونهائية، لن يعودوا للاتحادية الجزائرية لكرة القدم. هذو المهمة تاعهم انتهت ولن تعود، هذا هو الرسم اللي نعطيه لكم. ما تخافوا حتى شيء، خافوا من ربي سبحانه على الأقل، لأنه حرام إذا كان الصدق على أرقام خيالية ولا وعلى أموال طائلة تصرف بلا رقيب ولا حسيب، والله عيب. نروح لكم نبدا لكم على الحصيله الماليه تاع هذا الموسم. كما تعرفوا الحصيله الماليه هذه تاع 2020، 2020 كان كاين الكوفيد، كانت كورونا، وكان كل شيء متوقف. انا نحير لما نشوف بان المصاريف اللي صرفتها الاتحاديه الجزائريه بلغت 209 مليار سنتيم، 209 مليار، هذا المبلغ اللي تصرف. اول نقطه، يعني اول شيء اللي يخلي اعضاء الجمعيه من المفروض ما يصدقوش على هذا البيلون، هو ان هذا البيلون تاع هذا العام ديفيسيتار، يعني كاين خساره، كاين ان ديفيسيت تاع 54 مليار. هذا 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 هذ الرقم وحده يخليكم تقولوا لا للحصيله الماليه. علاش حتى تخسر 54 مليار؟ انت عندك مثلا عندك 150 مليار، علاه تروح تصرف 206 ملاير ولا 204 ملاير؟ علاش يا اخي؟ انت من المفروض المحاسب بحاله انسان اللي عنده 10000 في مكتوبه يصرف على حسب ال 10000، ما يروحش يصرف عنده 10000 ويصرف 20000، ما كاش كيف تصرف 20000. هذه اول نقطه اللي من المفروض اعضاء الجمعيه العامه يرفضوا هذا البيلون. هذا نهضروا على البيلون كونطابل. الشيء اللي حيرني انا في هذا المصاريف، هذا ال 209 مليار، الاجور تاع السنه اللي قبلها، السنه الماضيه الاجور تاع العمال كنا تحدثنا عليها اللي كانوا عرضوها في الجمعيه العامه اللي تنظمت شهر اكتوبر الماضي في فندق الشيراطون، وين قالوا بان الاجور تقدر ب 55 مليار. قلنا هذا رقم خيالي، لان العام اللي قبله كانت 19 مليار، كيفاش تطلع من 19 مليار ل 55 مليار؟ ولكن هذا العام هذا البيلو او كارثه اكثر من تاع السنه الماضيه، ماشي 55، هذه المرة 81 مليار، الأجور فقط 81 مليار. أعطيونا التفاصيل فقط، ما نقول لكمش سرقتوا يا سيدي، أعطيونا التفاصيل كيفاش صرفتوا أجور تاع العمال في سنة في الوقت اللي كان كلش متوقف وصلت 81 مليار سنتيم. هذا الشيء اللي يحبون نعرفوه، وهذا الشيء اللي من المفروض كل عضو من أعضاء الجمعية العامة يكون يعرفه. وين راحت 81 مليار؟ أعطيونا التفاصيل فقط. هذا المكان ما نخونوكم ما نسرقوكم. رقم اخر انا اللي دوخني، الى تتذكروا لما قالوا مضينا مع شركه اديداس للالبسه الرياضيه، قالوا على اساس ان هذه اديداس تعطي لهم الالبسه وتزيد لهم الدراهم من فوق، قالوا باللي راح تبدا تعطينا 1,900,000 دولار في السنه، وهذا ما درتو حتى اتحاديه من قبل. ولكن الغريب في الامر
ان هذا الاتحاديه، هذا العام اللي جاز تاع الكوفيد، ما كاش منافسه، ما كاش مقابلات. وين راحت؟ الرقم يدهش، 15 مليار و500 مليون نتاع البسه الرياضيه. هذه راهي في البيلون، مش نهضر فيها من راسي. صرفوا على الالبسه الرياضيه 15 مليار و500 مليون، والموسم اللي قبلها الغريب في الامر زادوا كاين جابوا ذا الالبسه ب 15 مليار و800 مليون. يعني العام هذا اللي جاز واللي قبل منه الالبسه الرياضيه صرفوا عليها 31 مليار و300 مليون سنتيم. انا نتمنى اعضاء الجمعيه العامه يكونوا في حوله. احنا كي كنا نقول لكم بلي راهو نهب كبير، الناس راهي تدي في الالبسه تدي، مين المفروض يسالوا عليها؟ يسالوا عليها رئيس الاتحاديه، ويسالوا عليها الامين العام، ويسالوا عليها مسؤول الماليه ومسؤول المخزن، يسالوهم كاملين وين راحت هذه الالبسه في موسمين 31 مليار و300 مليون سنتيم. شي خارق العاده يا ناس، يا ناس راكم تتحاسبوا عند ربي غدوه. هذه الاموال اللي راهي تصرف هكذا وانتم ما جاتكم فرصه باش تحاسبوا هذ الناس اللي صرفوها وما كمش راحين تحاسبوهم، والله تسالون عنها غدا امام الله. هذا واش نقول لكم؟ 31 مليار و300 مليون البسه في موسمين، وشركه اديداس هذه اللي قلتوا مضينا عليها معاها وراح تعطينا الالبسه من عندها وتزيد لنا الدراهم، كيف فهمونا؟ الرقم اخر اللي دوخني انا في هذا البيلو لي زونورار، سمحوا لي لي زونورار، يعني لما يكون دير محامي مثلا، دير محامي ولا دير مثلا انويسي جوستيس، تعطي له قال بلغ لي هذه الفلان ولا هذوما اللي يخدموا خارج الاتحاديه، هذو سينو ما تخلصهم. لما دير انت محامي دير ديك سينو ما تخلصوا على حسب القضايا اللي عنده على حسب ديك. ولكن الرقم انا اللي دوخني يا جماعه 12 مليار و700 مليون يا صاحبي. اذا نقولوا عطيتوها للمحامين كي تشرعوا كاع الجزائر ما تخصمش عليهم 12 مليار و700 مليون، شكون اللي داو هذه الاموال وكيفاش خرجت هذه الاموال؟ العفو، هذه الاموال اللي من المفروض كاعضاء جمعيه عامه تسالوا عليها. كاين رقم اخر، كاين رقم اخر راكم مسؤولين عليه، الدراهم تاع الكراس يا اخي. قالوا لنا بلي القضيه راهي في الطاس في لوزان، وهذه شحال عندها 3 سنين هذه القضيه ما فرقتش. كاين اخبار تقول بلي الكراز دا الاموال تاعو، من المفروض هذا السؤال تطرحوه على رئيس الاتحاديه لما يجي يعرض الحصيله الماليه. قول لنا على الدراهم تاع الكراز وين راحوا، دا دراهمو ولا ما داهمش؟ كاين ارقام اخرى سنعود لها باذن الله مستقبلا. هذه الارقام راح نقولوا لها ان شاء الله مستقبلا. نكتفي بهذا الشيء، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.